الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها الله الله ويا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وش سلي بسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. ورضي اللهم عن مشايخنا وعن والدينا وعنا معهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في الحكمة الستين، قال: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. والعياذ بالله، الطمع هو الذي يجلب الإنسان الذل. لماذا؟ لأن الإنسان الطماع هو عبد لشهوته، هو يطمع في المال أو يطمع في الجاه أو يطمع في شيء من الدنيا، فإذ به يعني يبذل كل غال ونفيس لأجل الوصول إلى غايته، حتى لو كان هذا بذل نفسه، هو يريد أن يكون غنيا فيرتكب المحرمات والعياذ بالله، ويرتكب ما نهى الله عنه في سبيل أن يصير غنيا أو يكون صاحب جاه، يصل إلى جاه معين أو منصب معين، فيكذب ويخادع ويوقع بين الناس لأجل أن يصل إلى غايته. فإذا وصل إلى غايته وصل إليها ذليلا. لماذا؟ لأنه قد هانت عليه نفسه، نفسه التي أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا ما كان أمر الله لنا أن نقي أنفسنا من النار ومن الشهوات ومن الدنيا، فإذ بنا نغمسها فيها، فأي ذل بعد هذا؟ لأننا يعني تتبعنا شهواتنا. ومما ورد من الشعر ما قاله سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع القناعة، وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. نسأل الله السلامة. فالإنسان الطماع هين ذليل لما يطلبه وما يبحث عنه وما يرجوه من الناس. أما الإنسان الذي قنع من الدنيا بالكفاف ورضي من الله سبحانه وتعالى بما أعطاه، فهو لا يبحث عن الدنيا وإنما يبحث عن رضا الله فقط، فلا يتذلل لخلق الله. إذا أعطاه الناس فالحمد لله، هو المعطي سبحانه وتعالى، وإذا منعه الناس فالحمد لله أيضا، فهو المانع سبحانه وتعالى. ولا يمنعنا سبحانه وتعالى رزقنا، فرزقنا قد كتب لنا. إذن الإنسان إذا تعلم هذا المعنى صار عزيزا في نفسه، ولا يذل نفسه إلا إلى خالقه سبحانه وتعالى إذا وقف بين يديه وتضرع إليه، ولا يطلب من إنسان شيئا. قال صلى الله عليه وسلم في وصية جامعة مما جاء فيها، قال: ولا تسألوا الناس شيئا، يعظ أصحابه، قال: ولا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم، ده في الحديث كده، فكان أحدهم إذا سقط صوته وهو يركب فرسه
نزل من فرسه وأخذه بيده، ولا يطلب من أحد أن يعطيه إياه. هكذا تربوا، لأنهم يعرفوا أن يعني الاحتياج لا يكون إلا إلى الله. فهذه تربية للنفس، ولا شيء في أن أنت تطلب من أحد معونة، لكن أن تكون أنت صاحب همة، وأنت الذي تقوم بأمور نفسك، كما قال أيضا سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وكان صاحب همة وقد تربى عند السادة الصوفية، قال: ما حك جلدك مثل ظفرك، ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. وإن احتجت لمعونة أحد فاطلبها بعزة النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس. فإن الأمور بيد الله، أو المقادير بيد الله وحده سبحانه وتعالى. يعني لا تدخل على شخص ولك عنده حاجة وتتزلل إليه: لو سمحت أعطني، بالله عليك أنا محتاج، أنا كذا، أعطني، والله أعطاك كذا. إذا كان لك حق مثلا في وظيفة، أو لك حق في مال، أو لك حق في أي شيء، فاطلبه بعزة النفس. فهو هذا الشخص هو مصير بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليس بأمره لا العطاء ولا المنع. إذا أعطاك فالله أذن لك في العطاء، وإذا منعك فالله لم يأذن لك في العطاء، فلا تجد في نفسك حزازة عليه، بل أترك الأمر لله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى واسأله قبل أن تسأل هذا المخلوق. فهو سبحانه وتعالى الذي يغير قلوب العباد ويحولها سبحانه وتعالى. آدي منهج التصوف الذي غاب عن الناس. التصوف لما شوهه هؤلاء المرتزقة الجهلة الذين لا يعرفون لا التصوف ولا يعرفون الإسلام إلا القشور، ماذا حدث للناس؟ صارت يعني والعياذ بالله ذليلة، ذليلة شهواتها، أسيرة شهواتها، تبحث عن الدنيا وتلهث عليها كما تلهث الكلاب، نسأل الله العافية. بينما كان المشايخ يربون أبناءهم على نبذ الدنيا وعدم الطمع فيها والأخذ منها بقدر الكفاف، هذا هو الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. أما الانشغال بها والبحث عنها والسعي إليها وهو مذموم على كل حال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، لا تساوي عند الله شيئا. ومما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم أنه مما يكون في آخر الزمان، أننا يعني تطمع فينا الأمم. قالوا: يا رسول الله، يعني أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم كغثاء السيل. يعني ما لكوش قيمة. لماذا هان المسلمون؟ قال: يلقي الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو أصل كل معصية وأصل كل خزي وأصل كل ذل، حب الدنيا، كما في الحكم يقولون: حب الدنيا رأس كل خطيئة. الناس يعني وقفوا في مواعظهم وفي تربيتهم لأولادهم الموجودين الآن على أن هو يترك المعاصي ولا يلتفت إلى السبب في المعصية، حب الدنيا. لا يعصى الله أحد إلا وحب الدنيا في قلبه، فإذا خرج حب الدنيا قلت المعاصي، مش هتنعدم لكن ستقل، لن تصير شهوة كما هو الحال الآن عند خلق الله سبحانه وتعالى والأمر لله. فحب الدنيا هو الأساس الذي بنى أهل الطريق على أساسه يعني تربيتهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم. إذا أخرجوا الدنيا من قلوبهم بعد ذلك هان عليهم الطريق. آدي الأساس الذي نتواصى به، ولا بد أن يعني بإذن الله تعالى أن نعيده مرة أخرى إلى حياة الناس. هذا الكلام يعني صار غريبا حتى بين أهل العلم،
يقعد يعدد لك ألف معصية يقول لك لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. ما هو الأصل في هذه المعاصي كلها؟ شيء واحد لو بحثت عنه. هؤلاء الشباب الذين يهيمون على وجوههم في الطرقات ويتعرضون بالأذى للبنات، ما المشكلة فيهم؟ شيء واحد، حب الدنيا. هؤلاء البنات التي لا تلتزمن بالحجاب، ما المشكلة فيها؟ حب الدنيا، أنها تريد أن يراها الناس وأن تكون كذا وتكون كذا. والشاب كذلك يكون يريد أن يظهر بمظهر الشاب الذي يعني يعرف وعنده شيء من العلاقات إلى آخر. كل هذا بسبب حب الدنيا. الناس التي تسرق في عملها وترتشي وكذا وكذا، كل هذا سبب حب الدنيا. أحب الدنيا وتعلق بها فصرفته عن الله. بس هذه خلاصة قواعد التصوف. إذا أحببنا الله رغبنا عن الدنيا، وإذا أحببنا الدنيا فلا يدخل حب الله في قلوبنا، لا نكون صادقين في ادعائنا محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من حب الدنيا، وأن يمن علينا بحبه والقرب منه سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان زاهدا في الدنيا حق الزهد فيها، والذي كان راغبا في ربه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ومن قلبي علت والدار كده من منها، وصلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله 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 على الأصغر، الله 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 أكبر من الدنيا كمان وأكثر. لو قلت